اللي قاعد اشوفه فعلا هجمه غير طبيعيه من الحكومه على الاختصاصات القضائيه، ومن ثم الان قاعد اني حق اداره الخبراء. الاخ الرئيس الكل يعلم حتى له مو محامي ان تقارير اداره الخبراء يجب ان تذهب الى اكثر استقلاليه، لان اليوم احنا نتكلم حتى عن الطب الجنائي انه يجب ان يستقل، نتكلم عن اداره العامه للتحقيقات يجب انها تكون حتى تحت مظله القضاء، اما انها تكون تحت الحكومه هذه مشكله اخرى. انا اعتقد يعني فيما لو ان احنا رحنا اليوم بما ذهب اليه تعديل الاخ الوزير سوف يبطل دستوريا الاخ الرئيس. لذلك انا اعتقد مبررات الاخوان في اللجنه التشريعيه صحيحه، ويجب ان نصوت على تقرير اللجنه، وشكرا.